نرحب بضيف حلقتنا الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد ينضم إلينا من الجزائر. دكتور مسدور مساء الخير. نسأل في البداية ما سبب وقف هذا الدعم على المواد الاستهلاكية؟ مساء الخير أخي العزيز. أولا قضية الدعم هي كانت قضية أساسية بالنسبة للدولة الجزائرية، وكان السابقون يعني منذ الاستقلال بداية أيضا من السبعينات التي تبنت فيها الجزائر سياسة اجتماعية تجاه المواطنين، وأيضا تبني منظومة اقتصادية ذات بعد اجتماعي قوي جدا. كانوا يرفضون إلى آخر أيامهم بأن يرفع الدعم عن الشعب الجزائري، خاصة وأن مستويات المعيشة لا يمكن أن نقول بأن لا يوجد فقر ولا يوجد يعني احتياجات كبيرة للمواطنين، ولكن الفقر يضرب بقوة في أعماق الشعب الجزائري، وهذا باعتراف السلطات الرسمية للدولة الجزائرية. رفع الدعم لا يمكن أن يكون بسياسة القفزة الطويلة يعني نظرية الصدمة تطبيقها تطبيقا مباشرا، لأن هذا سيكون له آثار اجتماعية خطيرة جدا، خاصة وأننا ليست لدينا قاعدة البيانات الدقيقة التي تسمح بتوزيع الدعم مباشرة لمن يحتاجه. ولذلك فإن عملية رفع الدعم ستكون صعبة جدا مقارنة مع الوضع الاجتماعي الحالي الذي تعيشه البلاد، خاصة وأن العالم كله تأثر أيضا بأزمة كورونا، فهذا يزيد الطين بلة وتكون الأزمة أزمتان وليست أزمة واحدة. طيب دعنا نقرب الصورة للمواطن الجزائري البسيط وأيضا لجمهورنا من خارج الجزائر. ما هو هذا الدعم الذي كان يتلقاه المواطن دون تمييز بين غني وفقير بالضبط؟ ما هي طبيعة هذا الدعم الذي نتحدث عنه الآن؟ الدعم الذي تتحدث عنه في المواد الأساسية، الدولة الجزائرية تبيع منتجات ذات استهلاك واسع بأقل من سعرها الحقيقي الذي تستورده مثلا من الخارج أو الذي ينتج في الداخل، وتعطي دعما مباشرا للمنتجين مثل الحليب مثلا. الحليب لو نرى تكلفته الحقيقية فهي تتجاوز 25 دينار للكيس الواحد، وبالتالي المواطن يستفيد من سعر رخيص للحليب حتى وإن كانت نوعيته ذات جودة يعني رديئة جدا. الجانب الثاني لدينا المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الدقيق، مثل يعني القمح الصلب والقمح اللين، وكلها منتجات تستهلك بشكل كبير في الجزائر. الحبوب الجافة أيضا مدعومة من طرف الدولة الجزائرية، هذا كله يدخل ضمن الدعم. أيضا من بين الدعم هو مجانية الصحة، مجانية التعليم، هذا أيضا يعتبر دعما مباشرا. هو المثير هنا، المثير هنا دكتور مسدور، أن الحكومة الجزائرية كانت تقدم هذا الدعم ولسنوات طويلة للجميع دون تمييز بين غني وفقير، وعندما أرادت أن توقف هذا الدعم أوقفته أيضا على الجميع، وبالتالي ظلمت الفقراء، رغم أنه هناك حديث أنه الدعم سيستمر لهذه الطبقة الفقيرة، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال. وهذا خطأ كبير جدا، لا يمكنك أن تعمم يعني رفع الدعم دون أن يكون هنالك دراسة معمقة للمجتمع وتصنيف حقيقي للمواطنين بناء على مدخولهم بناء على وضعهم المعيشي. لذلك أنا أرى بأنه يعني يكاد يكون الأمر مستحيلا أن يطبق حاليا، لأنه سيحدث انفجار اجتماعي لكل طبقات المجتمع التي ستتضرر من رفع هذا الدعم. وعليه فأنا أرى بأن سياسة الصدمة العلاج بالصدمة هذا لن يؤتي نفعه على المجتمع الجزائري، بل أن الأمر سيتعقد أكثر في الجزائر. الحل الأمثل وهو أن يكون لدينا قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة عن كل المواطنين بما فيها أولئك الذين يشتغلون في السوق الموازي حتى نتمكن من تصنيفهم. الآن حجم الفقر في البلد يتضاعف ولا يتراجع، المستوى الأدنى للأجور ضعيف جدا، يعني أنا عندما نتكلم عن أقل أجر يتقاضى في الجزائر حوالي 130 دولار، هل يعقل بأن 130 دولار يمكنها أن تكفي الجزائري الذي لديه عائلة يعني زوجة وثلاثة أولاد أو خمسة أولاد، متوسط العائلة في الجزائر خمسة أفراد، هذا يستحيل أن يغطي تكاليفه المعيشية. فوق كل هذا وذاك نتحدث عن الإيجارات التي التهبت أسعارها
أسعارها، وعجزت الدولة على أن تغطي طلبات السكن الكثيرة للمواطنين. المناطق الظل التي كان يتحدث عنها الرئيس ما زالت موجودة وما زالوا يعانون. يعني تخيل أن الرئيس يأمر بمنحة مباشرة للمواطنين بناء على أزمة كورونا، لا تصل هذه المنحة في أوانها للمواطنين. يعني كيف يمكنهم أن يتحكموا في رفع الدعم مع مجتمع يعيش أزمة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية؟ هي يوما بعد يوم. نعم دكتور مسدور، هي الأزمة في المجتمع، نعم هي في المجتمع الجزائري وفي كل تقريبا مجتمعات العالم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضاغطة والمتقلبة، ولكن ألا يبدو أيضا النظام أو السلطة في الجزائر معذورة كما يقول البعض بسبب تراجع عائدات النفط والغاز؟ يعني هناك ظرف ضاغط، إذن ليست رغبة وليست اختيار، المسألة مفروضة، يعني لا يوجد خيار آخر. هو الخيار الآخر موجود أخي العزيز، وهو أن ينفتح الجزائريون على العالم في الاستثمارات، أن تنفتح الجزائر على الاستثمارات العالمية، أن ننشئ مناطق اقتصادية حرة، لدينا 7 حدود وحد ثامن بحري، أن يكون هنالك حرية اقتصادية حقيقية في الجزائر، أن يأتي المستثمرون من كل أنحاء العالم يستغلون الثروات الباطنية والثروات البشرية الموجودة في هذا البلد. الجزائر من أغنى أغنياء، من أغنى البلدان في العالم بما تملك من ثروات أخي العزيز. لا يمكن لبلد كالجزائر أن يرفع دعمه مباشرة عن المواطنين دون أن يرفع من مستواهم المعيشي. رفع الدعم يجب أن يكون مقرونا بتحسن الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي للعائلة الجزائرية. نحن الآن سنرتكب خطأ فادحا وفاضحا إذا نحن أقدمنا على رفع الدعم دون أن يكون هنالك إجراءات مسبقة. نعم. لا يقل أجل تطبيقها عن 5 سنوات إلى 10 سنوات. طيب دكتور، رفع الدعم بهذه السرعة هذا خطير وخطير جدا. طيب دكتور مسدور، على كل حال السلطة وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانا، أنت كأستاذ في الاقتصاد وكل المعنيين بهذا الشأن في الجزائر، هل الصورة واضحة كيف سيستمر دعم هذه الفئات المحرومة؟ كانوا يقترحون من قبل أن ينشئوا البطاقية الوطنية للفقراء ولم يتمكنوا من إنشائها. كانوا يتحدثون عن خريطة الفقر في الجزائر وكانت خريطة غير دقيقة. كانوا يتكلمون عن 600,000 عائلة في حين أن الأمم المتحدة في تقاريرها تتكلم في التسعينات عن 6 مليون عائلة. الآن نحن أكثر من 40 مليون جزائري، 42 مليون جزائري. كم عدد الفقراء في أوساطهم؟ لدينا ما لا يقل عن 50% من المجتمع مجتمع فقير يعيش بحد الفقر. يعني إذا كنا نتكلم عن دولار، عن دولارين في اليوم، فهذا خط الفقر أقله دولار. ولذلك لا يمكنك أن تلجأ إلى رفع الدعم ولديك هذا الحجم الرهيب من الفقراء في البلد. طيب دعني أختم معك. بلد غني وشعب فقير، فعلا نحن بلد غني وشعب فقير لأننا عجزنا على أن نتبنى استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية التي يكون لها آثار إيجابية على المواطنين. طيب أنت أشرت منذ قليل إلى بإيجاز طبعا إلى تداعيات هذا القرار، لو أردنا أن نجملها هذه التداعيات، ماذا يمكن أن يحصل عندما ينفذ مثل هذا القرار أو هذه الخطوة الآن؟ أنا أتوقع انفجارا اجتماعيا. يعني كنا نريد أن نستقر اجتماعيا فإذا بهم يخرجون بهذه الفكرة برفع الدعم. لا يمكنك أن ترفع الدعم مباشرة، تهيئ المواطنين، تهيئ اقتصادك لأن يكون المواطن يتقاضى أجرا محترما. تخيل أن الناس تتقاضى أجورا لا تتجاوز 50 دولار، هل يعقل أنك ترفع الدعم عن هؤلاء الناس؟ غير معقول. وبالتالي افتحوا باب الاستثمار، افتحوا باب المبادرة، افتحوا حرية الاستثمار المالي، افتحوا، اجعلوا من الجزائر جنة ضريبية من أجل أن يأتيها المستثمرون. عندما يتحرك الاقتصاد عند ذلك سيتحسن المستوى المعيشي للناس. أما أن الاقتصاد ما يزال ضعيفا، نصدر 700 مليون دولار خارج قطاع المحروقات ومشتقاته، نحن لا ننتج، نحن بلد ريعي، ما زلنا إلى يومنا هذا بلدا ريعيا.
ويفترض ان يكون بلدا اقتصاديا تجاريا ديناميكيا بوابه افريقيا. الجزائر اخي العزيز الجزائر مقابله للاتحاد الاوروبي بناء على ما نشتركه من حدود البحر الابيض المتوسط، ولذلك وجب ان يكون هنالك ديناميكيه اقتصاديه ثم تتحدثون عن رفع الدعم، اما ان يرفع الان فهنالك من يريد ان يفجر المجتمع. كيف نريد استقرارا ونحن نقول للناس سيرفع الدعم عنكم؟ الدول التي رفع عنها الدعم زادت نسبه الاجرام فيها، زاد الانحراف فيها، زادت المشاكل الاجتماعيه فيها، ماذا تتوقع من الشعب ان يفعل؟ لذلك انا اقول واؤكد ان رفع الدعم خطا فادح وليس قرارا اقتصاديا. القرار الاقتصادي هو ان نفعل الاقتصاد، ان نعطي الحريه الاقتصاديه التي تنشئ مستويات اجور يعني متقدمه وممتازه، عند ذلك عندما ترفع الدعم لن يحس به الناس. دعني أختم معك وأضيف هذا السؤال واعذرني في الإطالة دكتور مسدور، كيف تفسر إذن موافقة البرلمان وهو برلمان مشكل من 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 توجهات سياسية مختلفة على مادة في القانون المالية للعام المقبل تمهد لإلغاء مثل هذه الإعانات؟ هؤلاء البرلمانيون هم نواب الشعب، فلماذا لم يحسوا بما تتحدث عنه حضرتك الآن؟ إذا فعلا وافق البرلمان عن رفع الدعم فهذه خيانة للشعب الجزائري. على كل حال هم وافقوا بصريح وصحيح العبارة، إذا فعلا مرر البرلمان قانونا يرفع الدعم عن السلع الأساسية فإن هذا البرلمان خدع شعبه، إذا فعلا أقول. الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر.